بتاع الأرترس. الأسطورة بتقول إيه؟ إن إحنا لو عندنا الإمبريو أهو، ده البريكارديال بلج، ده الأمبيليكال كورد، أسطواني الشكل هو، عندنا الهارت تيوب موجودة هنا أهو، أعلى حاجة فيها اللي هي الترانكس أرتريوزس، وبقية الهارت تيوب مش مهم بقى بقيتها عامل ازاي. المهم ان بتوصل بالترانكس ارتريوزس ده اتنين تيوب اللي انا هرسمه باللون الاخضر. هي هتبان تيوب واحده لان ده ساجيتال سيكشن، انت شايفه على ناحيه واحده. اتنين تيوب اسمها بريميتيف اورتا، اهو اهو كده كده، بيطلع منه الامبيليكال ارتري في نهايتها. طيب ده اسمه دورسال اورتا، واللي من قدام ده اسمه فينترال اورتا. سميناه دورسال وفينترال لان في المفروض هنا جات تيوب ماشيه، فاللي فينترال للجات تيوب بنسميه فينترال اورتا، واللي دورسال للجات تيوب اسمه دورسال اورتا. طبعا هما اتنين، تمام. تعالوا نعزل الاتنين دول ونشوفهم على جنب شكلهم عامل ازاي. اما نبص بقى ليهم من قدام هيبانوا اتنين، ادي ده الفنترال اورتا ويعمل بعد كده قرش، وده دورسال اورتا، وادي ده فنترال اورتا ويعمل قرش، وادي ده دورسال اورتا، ده فنترال وادي ده دورسال. طيب والاتنين الفنترال متصلين بالترانكس ارتريوزس. اللي بعد كده هيحصل ان الفنترال اورتي هيتحدوا سوا ويعملوا لي ساك واحده اسمها اورتيك ساك، اهي اورتيك ساك فتحة بروكزيمالي على الترانكس ارتريوزس هنا كده، انما ديستالي بتستمر مع الدورسال اورتا، كده دورسال اورتا وكده دورسال اورتا، والفنترال اورتي اتحد سوا وعمل فنترال ساك واحدة بس. الفنترال ساك بتفتح ديستالي على الدورسال اورتا، انما بروكزيمالي بتفتح على الهارت تيوب، اعلى حاجه في الهارت تيوب اللي هي الترانكس ارتريوزس. بعد كده الفنترال او الاورتيك ساك اللي هي اتحاد الاثنين فنترال اورتا، قلت لكم متصله بالدورسال اورتا ديستالي، ادي الدورسال اورتا وادي الدورسال اورتا، وبروكزيمال هنا فاتحه على الهارت تيوب ترانكس ارتريوزس. تبتدي تظهر ستة ارترز اسمهم اورتك ارشز، ادي فيرست اورتك ارش توصلها بالدورسال اورتا، سكند ثيرد فورث فيفث سكس، سكس في كل ناحيه. اول ما بيتكونوا الخامس بيختفي، اربعة خمسة ستة بتوصلها بالدورسال اورتا، بعد كده الخامس بيختفي ينتقل الى رحمة الله تعالى، ولكن السادس هيبتدي محتفظ برقمه، مش هيغير رقمه على الرغم انهم بقوا خمسة، بس هيفضل محتفظ برقمه. يبقى احنا عندنا ستة اورتك ارترز وعاملين زي القرش، عشان كده بنسميهم ستة اورتك ارشز. اهو يا ولاد الاورتيك ساك اهو متصله بالدورسال اورتا بستة اورتيك ارشز، وبعد ما طلعوا الستة اورتيك ارشز الاثنين دورسال اورتا هيتحدوا سوا ويعملوا لي كومون دورسال اورتا. دي صوره عاطفيه يا ولاد للهارت تيوب اهو، ودول اتنين فنترال اورتا كده راحوا على الدورسام اوف البيبي، اتنين دورسال اورتا، كل دورسال اورتا بيطلع منه امبليكال ارتري، تمام. ايه بقى دي يا ترى؟ ان شاء الله بيقول لي ان اتنين فنترال دول عملوا اورتيك ساك واحده اللي هي دي متصله بالهارت تيوب، والاورتيك ساك بقى فيه ستة برانشات بتوصلها بالدورسال اورتا، ستة برانشات الناحيه دي وستة برانشات الناحيه التانية بتوصلها بالدورسال اورتا التاني،
بعد كده هيختفي الخامس ويبقوا 5 برانشات بس اسمهم aortic arches. طيب يبقى ادي الاورتيك ساك، وده اتحاد الاتنين فنترال اورتا، ده الدورسال اورتا، في 6 اورتيك ارشز، الخامس فيهم بيختفي، بتوصل الاورتيك ساك بالدورسال اورتا. هيبتدي يظهر بعد كده للدورسال اورتا دي حاجة اسمها انتر سيجمنتال ارتريس، 7 في منطقة السيرفايكل، 1 2 3 7، 12 في منطقة الثوراسيك، من 1 إلى 12. طبعا مش هرسم بقى القشر، تعدوا انتوا. طيب بعد كده 5 في منطقة اللمبر، خدوا بالكم ان ده امبليكال وده امبليكال ارتري، تنسوش. طيب انا اللي يهمني من الانتر سيجمنتال دول السيرفايكل، لانهم كلهم بيختفوا ما عدا السابع بيفضل، كلهم بيختفوا على الناحيتين ما عدا السابع بس هو اللي بيفضل على الناحية دي والناحية دي، واسمه السيفنس انتر سيجمنتال ارتري، وهيساعدنا في تكوين الارتريز كمان شوية هنشوف ازاي. بعد كده بيجي الاتنين دورسال اورطة بيتحدوا من تحت بعد خلاص ما اتوصلوا بالاورتيك ساك. فين الاورتيك ساك؟ اهي بعد ما توصلوا بالاورتيك ساك يجوا هنا وهنا يتحدوا ويعملوا انبوبة واحدة، فهيبقى المنظر كالاتي. اهو اهو بقوا انبوبة واحدة اهي، والانبوبة الواحدة اهي طالع منها الاتنين امبريكال ارتري من تحت. تمام، وادي الخمسة لمبر انتر سيجمنتال اهم بيفتحوا على الناحيتين في انبوبة واحدة لان الانبوبتين اتحدوا سوا، وفوقهم هنا بقى الثوراسيك انتر سيجمنتال، عدوا لحد 12. المهم يعني ان الانبوبة دي هتتحد مع الانبوبة دي من تحت الاورتيك ساك ما طلعت، ويعملوا انبوبة واحدة. وهنا برضو ده الامبليكال وده الامبليكال، هنا امبليكال وهنا امبليكال، خلاص. طيب نبتدي بقى نشوف الاورتيك ارشز الخمسة واللي كانوا 6 هيدونا ارتريز شكلها ايه، بس نبتدي بالاورتيك ساك. الاورتيك ساك ايه اللي هيحصل لها؟ طيب الاورتيك ساك يا ولاد اهي هنقسمها لجزئين، بروكسيمال بارت وديستال بارت. طبعا انتوا عارفين ان البروكسيمال بارت فاتحه على الترانكس ارتريوزس، وان الترانكس ارتريوزس اصلا هتديني الاسندنج اورطة، وهتديني بدايه البلمونري ترانك اللي يعدي على الاسندنج اورطة ويجي ناحيه الرايت كده. طيب البروكسيمال بارت بقى هتكمل وتديني الديستال بارت اوف البلمونري ترانك اللي انا هرسمه باللون الاخضر، والديستال بارت اوف الاسندنج اورطة تكملهم يعني تشترك مع الترانكس ارتريوزس، خلاص. يبقى الجزء اللي بالاخضر ده طالع من الديس البروكسيمال بارت اوف الاورتيك ساك. طب الديستال بارت بقى اوف الاورتيك ساك اللي عليه علامه صح ده هيديني ايه؟ هيبتدي يتقسم الى قرنين، ليفت هورن ورايت هورن. الرايت هورن ده اسمه بريكيو سيفاليك. عارفين ليه بريكيو سيفاليك؟ بريكيو علشان بعد كده هيطلع لي الارتري بتاع الابر ليمب اللي هو السبكليفين، وهيديني بعد كده ارتري يروح يغذي النك، عشان كده سيفاليك بريكيو سيفاليك او الانومينيت. تمام، الانومينيت ومفيش غير انومينيت واحد عندنا في الجسم. انما الليفت هورن هيديني الارش اوف الاورطة، بس مش كل الارش اوف اورطة، البروكسيمال بارت اوف الارش اوف اورطة، لسه في ديستال بارت. طيب هل الاورتك ساك دي انفصلت عن الاورتك ارشز اللي كانت بتوصلها بالدورسال اورطة؟ لا، لسه متمسكة بيها ومتصلة بيها، هنشوف ازاي.
عايزين نعرف مصير الاورتيك ارشز. تعالوا الاول نرسم الاتنين دورسال اورطه، ادي واحد وادي واحد، والمفروض الاتنين هيتحدوا سوا ويعملوا لي كومن دورسال اورطه. الاورتيك ساك كنا بنقول ليها بروكسيمال بارت، بيديني بقيه الاسندنج اورطه اهو، وبقيه البالمونري ترانك اهو، وبعدين الديستال بارت بتاعها هتتقسم الى قرنين اهو، قرنين، قرن على الرايت سايد هيديني الانومينيت، وقرن على الليفت سايد هيديني البروكسيمال بارت اوف الارش اوف اورتا. وفي بعد كده اورتك ارشز بتوصل الاورتك ساك بالدورسال اورتا. طيب رقم واحد هيختفي المفروض على الناحيتين، وهيسيب لي بقايا منه اسمها ماكسيلاري ارتري. رقم اتنين بتوصل بالدورسال اورطة، المفروض بيوصلها بالاورتيك ساك، تنزل تحت للاورتيك ساك، لا بيختفوا هما كمان ويسيبوا لي اتنين ارتر صغيرين، واحد اسمه ستابيديال ارتري وده في الودن، واحد اسمه هايويد ارتري وده ماشي على الهايويد بون. طيب رقم تلاتة بقى، رقم تلاتة اهو موصل الدورسال اورطة هنا، رقم تلاتة هنا مش هيختفي ولا حاجة، ولكن هيكون لي الكومون كاروتد ارتري على الناحيتين. الكومون كاروتد ارتري ده يا ولاد المفروض هيتوصل هنا بالرايت هورن بتاعت اهو، بالرايت هورن اوف الاورتيك ساك، احنا قلنا الرايت هورن اوف الاورتيك ساك عاملة النومينيت. طيب وبقية الدورسال اورطة على الناحية دي كده هلونها، هتعمل لي الانترنال كاروتيد. طب الاكسترنال كاروتيد هيطلع منين؟ هيطلع كبرعم من الكومون كاروتيد اهو، يبقى رقم تلاتة هيديني كومون كاروتيد اللي هيتوصل بالرايت هورن اوف الاورتيك ساك اللي هو الانومينيت، وهيطلع منه برعم يعمل الاكسترنال كاروتيد، وهو ذات نفسه طبعا يكمل مع الدورسال اورطة، حتة الدورسال اورطة دي هتكمل كانترنال كاروتيد خلاص. طيب هنا بقى السرد ده اللي هيعمل لي الكومون كاروتيد هتلاقوه متوصل بالارش اوف الاورطة، هنزله الحتة اللي هتعمل الارش اوف اورطة اهو تمام، ويبقى ده الكومون كاروتيد على الناحية الشمال، وبرضو الدورسال اورطة لناحيته هيديني الانترنال كاروتيد ويطلع منه برعم اهو ويعمل لي الاكسترنال كاروتيد. فاحنا خدنا اول تلاتة، اول واحد على الناحيتين بيختفي ويعمل لي ماكسيلاري، تاني واحد بيعمل لي ستابيديال وهايويد، تالت واحد بيديني كومون كاروتيد على الناحيتين، الناحية الرايت بيتصل بالنومينيت، على الناحية الليفت بيتصل بالحتة اللي هتعمل الارش اوف الاورطة، بيطلع منه برعم بيديني الاكسترنال كاروتيد، والدورسال اورطة اللي ناحيته بيديني الانترنال كاروتيد. طيب بالنسبة بقى خدنا اول ثلاثة، ناخد الفورس اورتك ارش على الناحية الرايت، هيعمل لي
الرايت سبكليفيان ارتري، يعني لو هو ده يا ولاد الفورس اورتك ارش اللي متوصل بالدورسال اورتا والاورتك ساك، ده رقم 4. وهنا اهو ده رقم 4 اهو. على الناحية الرايت هيعمل لي الرايت سب كليفيان ارتري، على الناحية الليفت هيديني جزء من الارش اوف اورتا. متنسوش ان الارش اوف اورتا عامله الديستال بارت بتاعت الاورتيك ساك، وبعد كده عامله الفورست في الفورس ليفت فورس اورتيك ارش. طب بقية الارش اوف الاورتا مين اللي هيعمله؟ هتعمله حتة الدورسال اورتا قبل ما تدي السيفنس انتر سيجمنتال ارتري. فين السيفنس انتر سيجمنتال ارتري؟ اهو على الناحية دي وعلى الناحية دي، وقلتلكوا ده مش بيختفي. فبالتالي الدورسال اورتا اللي هو ده كده قبل ما يدي السيفنس انتر سيجمنتال ارتري يعمل لي بقيه الارش اوف اورتا. يعني الارش اوف اورتا متكون من 3 اجزاء، جزء عامله الاورتيك ساك، جزء عامله الليفت فورس اورتيك ارش، جزء عامله بقيه الدورسال اورتا قبل ما يدي السيفنس انتر سيجمنتال ارتري. طيب بالنسبه للدورسال اورتا في الحته دي وفي الحته دي المفروض هيختفي، مش هيبقى له وجود. طيب يبقى تاني الأرش أوف أورتا مكون من 3 أجزاء، جزء من الأورتيك ساك من الليفت فورس أورتيك أرش، وجزء من الدورسال أورتا قبل ما يديني السيفنس انتر سيجمنتال هيدخل ويعمل الأورتيك أرش الحتة دي. طيب من هنا بقى لهنا الجزء الأسود ده هيختفي تماما، مش هيبقى موجود. تمام. السكس اورتيك ارش بقى اللي بيوصل ما بين الدورسال اورتا والاورتيك ساك هيتقسم الى ديستال بارت وبروكسيمال بارت. تمام. خلينا على الناحيه اليمين، البروكسيمال بارت بتاعه هيديني الرايت بالمونري ترانك او رايت بالمونري ارتري، واللي انا هرسمه بالاخضر ده المفروض الجزء ده هيختفي، مش هيبقى موجود. طيب بالنسبة للناحية الليفت، بروكسيمال بارت برضو هيديني ليفت بالمونري ارتري، والجزء الديستال ده بقى هو الاخضر ده مش هيختفي، ولكن هيكون حاجة تانية. الحاجة التانية دي اسمها ترانكس ارتريوزس، بتوصل الليفت برانش بالارش اوف اورتا اهو، يطلع يعمل كده ترانكس ارتريوزس، توصل الارش اوف اورتا بالليفت برانش اوف البالمونري ترانك. طيب علشان نلخص بقى، طبعا الجزء ده اللي عملته الاورتيك ساك، دول الاثنين دورسال اورتا، البرانشات اللي بالعرض دي اسمها اورتيك ارش، بتوصل الاورتيك ساك بالدورسال اورتا. واحد واثنين هيختفوا ويسيبوا ريمينانت، تلاتة هيديني الكومون كاروتيد اللي يطلع برعم منه اكسترنال كاروتيد، حتة الدورسال اورتا اللي قصاده انترنال كاروتيد. نفس القصة على الناحية الشمال، رقم تلاتة يديني كومون كاروتيد يطلع برعم اكسترنال كاروتيد، حتة الدورسال اورتا هنا تديني انترنال كاروتيد. طيب عندنا رقم 4 على الناحية الشمال يديني الرايت سب كليفيان، على الناحية اليمين يديني الميدل بارت اوف الاورتيك ارش. طب بقية الاورتيك ارش جاية منين؟ جاية من الدورسال اورتا قبل ما يدي السيفنس انتر سيجمنتال برانش. السيفنس سيرفايكال انتر سيجمنتال برانش هو اللي هيدي الليفت سب كليفيا. طيب بالنسبة للرقم 5 هيختفي هنا وهنا. رقم 6 لاحظوا الالوان يا جماعة اللي هي لونها ابيض دي هي اللي بتختفي، شايفين الدورسال اورتا هنا والدورسال اورتا هنا هيختفي.
رقم 6 الديستال بارت على الرايت سايد ديسابير دي دي، الديستال بارت على الليفت سايد دي دي برضو بيديني داكتس ارتريوسس، بروكسيمال بارت بيديني البالموناري ترانك اهي تمام. طيب الاثنين دورسال اورطة المفروض هيتحدوا مع بعض ويديني كومون دورسال اورطة، المفروض الحتة دي بقى بتختفي تماما في حالة الرايت سايد، انما الحتة دي بقى بتديني الديسندنج اورطة اهي، هي والكومون دورسال اورطة، كل دي الديسندنج اورطة. هو انتوا اتلخبطتوا شكلكم؟ طيب بصوا، اول ثلاثة اورتك ارشز على اليمين زي الشمال، اول واحد بيدسابير ويكون لي ماكسيلاري ارتري، ده اللي انتوا هتحفظوه. تاني واحد بيدسابير ويكون لي الهايويد والاستابيديان، تالت واحد بيديني الجهاز بتاع الكومون كاروتيد ارتري وسلطاته وبابا غنوجه الانترنال والاكسترنال، دول متشابهين في الرايت وفي الليفت. اربعة على اليمين يديني رايت سبكليفيان، على الشمال جزء من الارش اوف اورتا. خمسة بيختفي. طب لحد كده الدنيا فلة. بالنسبة للسادس بروكسيمال بارت وديستال بارت، بروكسيمال بارت شكله عسل وجميل على الناحيتين بالمونري ارتري رايت وليفت، الديستال بارت دي 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 دورسال ديسابير على الرايت سايد دي دي داكتس ارتريوزس على الليفت سايد، الدنيا سهلة قوي. طب ما هو ده الاناتومي بتاعنا يا ولاد، ادي الارش اوف الاورطة وادي القرن بتاع الانومينيت اللي هيتوصل بالرايت سبكليفيان ورايت كومون كاروتيد، وادي الليفت كومون كاروتيد، وبعد كده طلع الليفت سبكليفيان، وادي القرش اوف اورطة هيكمل كديسندنج اورطة. طيب هنتكلم بقى على الريكارنت لارينجيال نيرفس، ودي نيرفس من اسمها ريكارنت يعني بترجع، وطالعه من الفيجاس وراحت تغذي اللارينكس من اسمها. طيب يبقى طالعة من الفيجاس، فين الفيجاس في الموضوع؟ اهو الاصفر ده هنا وهنا تمام. هتبتدي تطلع على الليفت سايد برانش اسمه ليفت ريكارنت لارينج، يجي يطلع هيتكعبل في الدكتس ارتريوزس بتاعت السكس اورتك ارش دي دي، دكتس ارتريوزس طالعة من الديستال بارت اوف السكس اورتك ارش، ده خامس ارش، ده رابع اورتك ارش، وهكذا ده تالت ده تاني ده واحد، والالوان البيضة تدل على انهم اختفوا. فهتشنكل هنا في الدكتس ارتريوزز ويهوك من حواليه ويموف اب عشان يوصل للانكس هنا بقى عشان يجي يطلع. والله السكة فاضية اصلا، الديستال بارت اوف السكس اورتك ارش هنا اختفى، الفيفس اورتك ارش برضو بيختفى، فهو مش مضطر يتكعبل هنا ولا يطلع هنا، فهيطلع فوق شوية هنا بس هيتكعبل في ده اللي هو طالع من الفورس اورتك ارش على اليمين. مين ده بقى؟ ان شاء الله ده الرايت سبكليفيان لو تفتكروا، فهيهوك حوالين الرايت سبكليفيان ويطلع فوق يكمل عشان يروح على اللارينكس. الشاهد في الموضوع ان الرايت ريكارنت لارينجيال نيرف بيهوك حوالين الرايت سبكليفيان على الناحيه الرايت، لان مفيش خمسة وستة هنا، انما هنا بيهوك حوالين الدكتس ارتريوزس. ايه هي الانوماليز بتاعه الارترس؟ في حاجه اسمها كو اركيتيشن اوف الاورطه، ادي القرش اوف اورطه يا اولاد، بيحصل له بعد كده ضيق بيضيق، بعد كده بيرجع يفتح تاني في الديسندنج اورطه، بس بعد ما بيدي البرانشات بتاعته الكبيره الانومينيت الليفت كومون كاروتيد والليفت سبكليفيان بيضيق في الحته دي، بسميها هو الدم بيعدي ولكن بيعدي في ممر ضيق كو اركيتيشن اوف الاورطة. طيب بالنسبه للبلاد بريشر في الهيد والنك هتلاقوه عالي جدا، لان الدم بيروح خلال الفيسلز دي للهيد والنك، انما في اللور بارت اوف البودي بتلاقي البلاد بريشر منخفض جدا. بيتنشط الانستموزز مثلا، يعني احنا عندنا السبكليفيان ارتري بيطلع منه الانترنال ثوراسيك هنا، وبرضو الانومينيت بيديني هنا كده رايت سبكليفيان ورايت كومون كاروتيد، والرايت سبكليفيان ده بيديني الانترنال ثوراسيك، وانتوا عارفين الانترنال ثوراسيك بيديني انتيريور انتركوستال ارتري، وان الديسندنج اورطة بيديني بوستيريور انتركوستال ارتري من 3 ل 11 لو تفتكروا.
طيب بيحصل ما بينهم اناستموزس، وبتبقى الاناستموزس دي بتبقى تورشس. يعني لو هنا الاسترنم وورا اهو الديسندنج اورطة، ده بيديني بوستيريور انتركوستال، وورا الاسترنم يبقى فيه الانترنال ثوراسيك اهو هرسمه بالاخضر، بيديني الانتيريور انتركوستال، بيتقابلوا وبيعملوا انستموزز. الانستموزز دي يا ولاد بتبقى تورشيس. طبعا الكونديشن دي بتبقى في العيال الصغيره بتبان وبتحفر في الريبس، لان الارترز التورشيس والريبس بتبقى لسه العظم معظمه لسه سوفت، وبتحمر بتحفر فيها وتعمل اندنتيشن. طيب ده منظر جانبي للثوراسيك وول، ببين الانستموزز اللي جاي ما بين الانتيريور انتركوستال ارتري من الانترنال ثوراسيك، والبوستيرو انتركوستال ارتري اللي جاي من الديسندنج اورطه، والمفروض هنا كده الريب الضلوع، منظر جانبي للضلوع وبيحصل الانستموزس. الكواركتيشن اوف اورطه فيه نوعين منه، ممكن يبقى بري داكتال، نقصد بداكتال الداكتس ارتريوزس اللي بتوصل الليفت برانش اوف البلمونري ترانك بالارش اوف اورطا، او بوست داكتال بعد ما الداكتس ارتريوزس طلعت. في حاجه اسمها بيتنت داكتس ارتريوزس، المفروض طبعا ان الداكتس ارتريوزس بتتحول بعد الولاده الى ليجامنتم ارتريوزس وتقفل تماما، لا دي بتفضل مفتوحه وكده بتوصل البلمونري ترانك بالارش اوف اورطا. دققوا كده في الدورسال اورطة بعد الرابع والخامس والسادس اورتك ارش، طبعا الخامس والسادس الديستال بيختفوا، الدورسال اورطة على الناحية دي المفروض يختفي، انما الدورسال اورطة ديستال للرايت فورس اورتك ارش المفروض يختفي، هيفضل موجود. فبدل ما هيبقى عندي ارش اوف اورطة على الناحية الشمال، لا ده هنا كمان هيبقى عندي ارش اوف اورطة على الناحية اليمين، كده قرش وكده قرش، فيبقى عندي دبل اورتك قرش، ودي سببها العلمي بريزيستنس اوف الدورسال اورطة، الحتة دي المفروض تختفي ديستال للفورس اورتك قرش، لان خمسة وستة المفروض مش هيبقوا موجودين ولونهم ابيض لان المفروض يختفوا. في حاجة اسمها بقى رايت سايد اورتك قرش، هو زي ما انا قلتلكوا المفروض الجزء ده بيختفي صح؟ مش هيختفي وهيعمل لي برضو ارش اوف اورطة، انما الجزء بقى اللي المفروض يعمل لي الديستال بارت اوف الارش اوف اورطة، فاكرينه اللي هو جزء الدورسال اورطة قبل ما يدي السيفنس انتر سيجمنتال ارتري، الجزء ده ده مش هيكون الارش بقية الارش اوف اورطة، وبالتالي اللي هيقوم بالليلة الدورسال اورطة على الناحية التانية اهو، وهيبقى رايت سايد اورتك ارش. في بقى كونديشن تانية اسمها ريتروفارينجيال سبكليفيان ارتري، وده نتيجة عيب في الرايت فورس ابورتك ارش، المفروض الرايت فورس ابورتك ارش بيديني الرايت سبكليفيان ارتري، انما هنا اختفى ما ادانيش. طيب امال الارش اوف ابورتا هيتكون من ايه؟ هيتكون عادي من ليفت سبكليفيان ارتري، ليفت كومون كاروتد ورايت كومون كاروتد عادي اهو، تمام، انما مفيش الرايت سبكليفيان. الرايت سبكليفيان ارتري هيطلع من هنا من ابنورمال اورجن ويضطر يلف ورا الفارينكس عشان المفروض يروح الناحيه الثانيه يغذي بقى يكمل اكزيلري ويغذي الابر لمب، فحصل له ابنورمال اورجن. طبعا انتوا عارفين انه طالع من الرايت فورس اورتيك ارش اللي حصلت له مشكله، فاضطر يطلع هنا من الارش اوف اورطا ويلف الناحيه الثانيه. اخر حاجه في الانوماليز هي الترانسبوزيشن اوف جريد فيسلز، المفروض طبعا الابدومينال ايورتا بيفتح في الليفت فينتريكل والبلمونري ترانك في الرايت فينتريكل، هنا هيحصل العكس نتيجه لو فاكرين الترانكس ارتريوزز لما بيجي يتقسم الى بلمونري ترانك واورتا باي سيبتم، هيحصل يعني لخبطه في السيبتم ده بحيث ان الاورتا يفتح للرايت والبلمونري ترانك يفتح ناحيه الليفت.